احنا مشكلتنا شكون يقتل ولادنا، نلقاو قضية كرم الغربي مسمرينها، فما حتى حاجة جديدة عليها. احنا حاشتنا شكون نفوج الباب اللي جا للكرم الغربي، هذه مشكلتنا. وشكون يقتل الولاد؟ 7 شهداء في الكرم الغربي يومنا هذا، فما حتى متهم. كما تعرف صديقنا رمزي، ما هش اليوم بدات الدراسة هذه، مش اليوم ولا أمس بدأ البحث في إمكانيات التداعي الجزائي الدولي في علاقة بملف شهداء وجرحى الثورة التونسية. كما تعرف يظهر مجموعة 25 والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية والأفراد التونسية لدفاع حقوق الإنسان، عملنا في واقع الأمر على الأقل زوز ندوات تحكي على المعالجة القضائية لملف شهداء وجرحى الثورة التونسية، وكانت لنا عديد وعديد المناسبات اللي بينا فيها. ولهنا ربما الرأي العام ماهوش باش يتفاجئ، ولكن ربما يتفاجئ بتغيير الموقف. بينا فيها اللي للأسف الشديد القضاء العسكري لم يكن راغبا في دفع البحث التحقيقي الجزائي إلى أمده الأبعد، إلى تعميق هذا البحث توصلا على الأقل للهويات الأولية للجهات المصدرة لتعليمات القتل، للجهات المنفذة لتعليمات القتل، والجهات المتسترة على هوية القتلة. عندما في وضعية هكا قلنا قضاء عسكري، وقبل حتى القضاء العدلي، حتى لا نكيل تهم الجزافة، في واقع الأمر نحكيه على منظومة قضائية كاملة. والمنظومة القضائية راهو مش فقط قاضي جالس، وإلا المنظومة القضائية راهي نص، وراهي مؤسسة، وراهي أكثر من نص هيكلي، راهو نص يعطي باختصاص، ونص حتى ربما يفرض شروط بحث وتقصي واستقراء، ويفرض كذلك حدود وخطوط حمر ربما لا يجوز ولا يسوغ لقاضي التحقيق المتعهد عسكريا كان أو عدليا من تجاوزها. هذه حقائق باتت جلية للقاصي والداني. وصلنا إلى نقطة وكأني بها نقطة الصفر، من حيث انطلقنا عدنا بقدر أدنى من المتهمين. في ذلك القدر الأدنى هناك كذلك قدر من أكباش الفداء، ولكن كذلك وهذه لوتروفاس للأموني، قدر كبير جدا من اللامسائلين، من المفلتين من العقاب، من المتسترين على الجريمة، ومن المجرمين بالعيار الثقيل المتنفذين والمتربعين على كراسي الحكم وعلى مقاليد الأمنية، خاصة في دولة بعد 14 جانفي، وللأسف الشديد في دولة بعد 23 أكتوبر كذلك. هذا إيمانا منا، ونحن علاقتنا متميزة جدا مش فقط بالقضاء، ولكن وخاصة بعائلات شهداء وجرحى الثورة، إيمانا منا وأن لن نتراجع قيد ألمنا على الهدف اللي رسمناه لروحنا من الأول. الهدف هو التوصل إلى معرفة الحقيقة، طالما وأن أمارات تلك الحقيقة ما زالت شاخصة، ما زالت موجودة، ولا شيء يمنع من التوصل بتلك الحقيقة لو توخينا قدرا أدنى من الإرادة، قدرا أدنى من الحكمة، وقدرا أدنى كذلك من الأمور العلمية ومن المناهج البحث العلمية والمتطورة في التقصي والتحقيق. هذايا دعني لا أكون متحامل أكثر من اللزوم، نادرا وين وجدنا عليه بعض الأمارات والأثار. بقية التحقيقات كاملة اتسمت بالسطحية، اتسمت بالاختصار المسترع، واتسمت كذلك ربما بالتعجيل اللامبرر والاختصار اللامبرر. وهذا عبناه مرارا وتكرارا في مرافعاتنا وفي مداخلاتنا الإعلامية، ونعيبه وسنعيبه كذلك، لأنه نعتبره وهذا راه مش من باب التحامل أو التطاول، راه كنقولوا المرحلة التحقيقية، راه العمود الفقري لكل قضية جزائية، مش فقط للضحية ولكن كذلك للمتهم. ماناش نزيدوا على حد، تلك هي مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية والمجلة الجزائية، وتلك هي مقتضيات النواميس الدولية الجزائية والجنائية على وجه الخصوص. كلها تعرف اللي عماد أي قضية وحجر زاوية أي قضية جزائية راهو مرحلة التحقيق. هذه المرحلة اللي ما استحقش نذكركم أعزائي اللي راهو حرمنا منها نحن كنايبي عائلات شهداء وجرحى الثورة، حرمها منها
بذلك المرسوم الذي ما زلت متمسكا بنعته بالمرسوم الملغوم عدد 69 المؤرخ 29 جويلية 2011، والذي وهنا نقاط استفهام واستغراب واستنكار وإدانة كثر نحطها بعد ذلك المرسوم الذي لم يدخل حيز التنفيذ إلا يوم 16/9/2011 نقطتين، أي بعد تقريبا انتهاء الباب نتاع المرحلة التحقيقية، سواء تعلق الأمر بالقضية الكبيرة نتاع شهداء تالا والقاسم والتجمع والطيروان، أو كذلك بالقضية الكبيرة نتاع شهداء تونس الكبرى اللي تلم شهداء أكثر من 6 ولايات، إذا كان زيدوهم ولاية المهدية اللي كما تعرفوا سيحترجع بالنظر لاختصاص المحكمة العسكرية دائما بصفاقس، ولكن عندنا الشهيد الهرهوبي اللي هو أصيل مدينة المهدية زراعه أبو مرداس تحديدا، ولكن توفي في مدينة بنزرت، شفتوا ولا 7 ولايات، هذوما الكل حرمنا منهم المرسوم هذاك، وهذوما الكل عقدوا مش فقط مهمة عقده، حتى مهمة القضاء الجالس الذي تعهد، والذي للأسف الشديد لم أجد له إلى يوم الناس هذا مبررا لعدم استجابته في مواصلة البحث وفي أخذ المشعل، على الأقل إذا كان نعتبره أن مرحلة المحاكمة هي سلسلة من الأطوار، ما خذاش المشعل على حاكم التحقيق باش يواصل عليه المنحة أو العمل التحقيقي الاستقرائي، ماهوش جديد كيف كيف اللي راهو الدائرة الجنائية سواء تعلق الأمر بالابتدائية أو بالاستئنافية راهي شيئا ما بين هي محاكم وقايع، هي محاكم وقايع يعني تنبش في الوقايع، يعني تتقصى، يعني تبحث عن الحقيقة كذلك، هذا الكل راهو رمزيا وين استجابت المحاكم العسكرية رمزيا، وربما ونتحمس في كلامي ربما زاد ببعض الضغط نتاع الشارع وببعض الضغط نتاع عائلات الشهداء وببعض الضغط نتاع محامي عائلات الشهداء، ولكن بضغط من مصلحة الملف ومن مصلحة البحث ومن مصلحة القضية حتى تهيئ بوجه عادل منطقي مستساغ للفصل لم نظفر له على أثر في الملفات الكل، مكتفوش يدينا في ظل واقع استقرائي مرير ومرير جدا، صعب وصعب للغاية، يتمثل في الأربع نقاط التالية على الأقل، يتمثل في حملة هوجاء هوجاء متاع إتلاف أرشيف، حملة مصورة متاع إخفاء أدلة، حملة مصورة متاع حرق وثائق، 1-2 قرارات فتح بحث لم تشمل إلا عينة، أقول جيدا عينة إشانتيون تقييمي نتاع متهمين، وكأني بمن أذن بفتح ذلك البحث سواء تعلق الأمر بوكلاء الجمهورية لدى المحاكم العدلية أو بوكلاء الجمهورية العسكريين لا يعلمون على الأقل مقتضياتك الفصل الأمر 287 أوت 2007 يتعلق بهيكلية وزارة الداخلية، ولا يعلمون كذلك أننا كنا في حضرة دولة بوليسية بامتياز، دولة بوليسية بامتياز، والتقنيات البوليسية والأمنية المتطورة والراقية والرائقة تقريبا تعم كافة أوجه الحياة نتاعنا قبل 14 عام، وعليه فإنه لا أعتقد ما نشطرهاش الرأي هذايا ونعتبرها وسيلة منتهية للتفصي من العقاب من المسؤولية، يقول لك بعض اللي يقول لك مثلا تصرف فردي ولا تصرف عواني ولا تصرف معزول، ما لا أشاطرها لأنه نحن ولهنا ربما أفتح قوسا كبير حتى نعطي وجهة نظري النظرية القانونية اللي ربما بعض القضاة الذين أكنوا لهم كل الاحترام والتقدير خاصة القضاة العسكريين اللي أتيحت فرصة بتناقش معهم في واقع الأمر، أنا لا أتبنى التوصيف القانوني لا كاليفيكاسيون جوريديك نتاع الأحداث اللي وقعت في الثورة على اعتبار أنها جرائم جماهير، أنا لا أحبذ هذا المصطلح، بالعكس أنا أعتبرها جرائم نظام، والتوصيف هذا ماهوش ملك شرف الدين القليل، التوصيف هذا وصلته بعد جملة من القراءات وخاصة القراءات نتاع المحاكمات الدولية، وأخص بالذكر ربما إذا كان ما خانتنيش الذاكرة يظهر لي القاضي الذي حكم في
قضية كبيرة متاع محاكمة ما يسمى بمحاكمة الجنائية متاع طوكيو، هو أول من اعتمد مصطلح جرائم النظام للتدليل على الأقل نقطة واحدة، على أنه لا شيء ولا جرم يرتكب خارج هذه المنظومة وهذا النسق التنظيمي المحكم، وخارج يعني صورة عامة متاع تسلسلات مترابطة جدا متاع هياكل متلاحمة جدا متاع منهجية متاع مرور التعليمات ومنهجية متاع يعني إسداء تعليمات وتلقي تعليمات محكمة ومضبوطة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تحجبها حتى التصرفات الرعوانية أو التصرفات المعزولة أو حتى ما يكيف القانون بالدفاع الشرعي عن النفس. هذا كعيش أنا نحبذ، وهذا ديجا موجود حتى في الدراسة اللي قمت بها والتي أشرفت على أدائها والحمد لله، هي جرائم نظام. وأكيد جدا في واقع الأمر قضية شهداء وجرحى الثورة التونسية هي مثال ساطع أكيد، ولكنه مثال من جملة عديد الأمثلة المكرسة والمشخصة لجرائم نظام بن علي ولجرائم نظام الدكتاتوري. عندنا أكداس مكدسة من ملفات التعذيب، عندنا أكداس مكدسة من ملفات القتل في المنافي بين ظفرين المنافي، تعلق الأمر بسجون أو أقبية الوزارة أو تعلق الأمر حتى في مراكز الاعتقال. عندنا أكداس مكدسة من جرائم الاغتصاب، عندنا أكداس مكدسة من الجرائم الأخلاقية التي ضلع فيها عوام الأمن، عندنا أكداس مكدسة من جرائم الفساد المالي التي ضلع فيها قيادات أمنية معروفة بعينها ونعرفوهم وعنا عليهم ملفات باش ما نبداوش ننظروا في الفارغ. أكداس مكدسة، هذه كل حلق تكون ما يصطلح على تسميته بجرائم نظام النوفمبري. فبناء على كل هذا سيدي خويا أتيحت الفرصة في واقع الأمر، تناقشنا في المسألة مع خيرة أسادتنا ومع بعض القضاة العسكريين اللي يوم بعد يوم نكتشف اللي هم ناس بصراحة معناتها ناس متكونين في اختصاصات قانونية دقيقة جدا، متكونين ويعرفوا الستركتور بينال انترناسيونال وتوسا. فتناقشنا قلنا ما المانع، خاصة وأنه كما تعرفوا الدولة التونسية صادقت على نظام روما الأساسي المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية منذ غرد سبتمبر 2011، بعد أن تقدمت بمطلب قانوني في ذلك مستفيض الإجراءات ومستفيض الشروط منذ فيفري 2011، صادقت رسميا على نظام روما الأساسي. ويبقى إشكالية، الإشكالية هذه هي مقتضيات الفصل 8 من نظام روما الأساسي اللي تكرس مبدأ عدم رجعية نظام روما الأساسي بما معناه، وأنه المحكمة لا تختص تلقائيا بمقتضى مصادقة الدولة التونسية على أحداث تاريخية وقعت في تاريخ سابق لتاريخ تلك المصادقة. بمعنى آخر، كافة الجرائم اصطلح على تسميتها ما شئت وكيفها كيف ما شئت، اللي وقع قبل 11/9/2011 قبل غرد سبتمبر 2011 هي خارجة على الاختصاص الزماني للمحكمة الجنائية الدولية كتفدير قطعا، لأن نظام روما الأساسي كذلك أعطانا برشا، أعطانا حلول في واقع الأمر. من بين الحلول هذه ذلك الحل الذي انتهجته دولة كوت ديفوار. مثل ما تعلمون دولة كوت ديفوار ليس طرفا في نظام روما الأساسي، بمعنى آخر لم تصادق على ذلك النظام، ورغم ذلك طلبت من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التعهد بوقايع أحداث أبوجا، والبحث ما زال جاريا، والاستقراءات في أحداث أبوجا بصدد إتيان أكلها. فيما عدا هذا وعلى حديثة وعلى ما قامت به الكوت ديفوار يمكن أن نقيس في تونس، الدولة التونسية في شخص حكومتها سيدة القرار أن تقدم
بما يصطلح عليه في نظام روما الأساسي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، هي مدعية عامة للمحكمة الجنائية الدولية، حتى تختص بالنظر في وقايع أو الجرائم المرتكبة خلال أحداث الثورة التونسية من 17 ديسمبر 2010 إلى بعيدة وبعد 14 جانفي، لأن الجرائم للأسف الشديد ديما نرجع لنقطة الإرادة السياسية والمحاسبة وعقيدة الإفلات من العقاب التي يعني تربعت على كامل مفاصل الدولة التونسية وخاصة على مفاصل وزارة الداخلية. عقيدة الإفلات من العقاب هذه هي من بين الأسباب اللي خلات الجرائم القتل الموثقة وجرائم القتل البشعة ترتكب حتى ضد معتصمي القصبة واحد، ترتكب حتى ضد المواطنين المحتجين سواء في شارع بورقيبة أو في بعض المناطق الأخرى، وهي اللي خلت المسرب أو المنفذ في تقديرنا المادي لما يصطلح عليه بالقناصة. المرة سيدي أخوي قلت لك الدولة التونسية طبعا ذلك يقترن بالضرورة، مش ما نحكيوش فقط في القانون توجيهوه بالضرورة بوجود شرط إلى حد الآن تعلق الأمر بحكومات مؤقتة أو تعلق الأمر بحكومات وقتية لم يتغير شيء، نحن لم نظفر إلى الساعة بإرادة سياسية حقيقية تعتقد في وجود محاسبة القتلة وتعتقد وتؤمن بوجود القطع مع الماضي ومحاسبة رموز فساد واستبداد الماضي. هذا الكل لم يبقى إلا شعارات تؤثث وتزين خطابات ساستنا المبشرين وخطابات حكومتنا الحالية، وحتى لا نتجنى عليها حتى خطابات الحكومات السابقة، نتحدث على حكومة غنوشي وكذلك حكومة السبسي اللي بكلهم عندهم جانب لا شك فيه في المسؤولية، وكلهم منخرطون في التستر على المجرمين، وكلهم منخرطون في الاعتقاد في وجوب الإفلات من العقاب حتى تضمن المعادلة أو ما سميته اليوم في إحدى الصحف المقايضة، الأمن مقابل إفلات من العقاب. مثل ما تعلمون في الدول المتخلفة والدول التي تعتقد بثمار الدكتاتورية هي الوحيدة اللي تعطي اليد الطولة للأمن واللي تقايض مع الأمن واللي تحكم أنفاس العباد بالمطراق وبغيرها من التقنيات. نرجع للموضوع، المحكمة الجنائية الدولية كما تعرفوا هذا قلت لكم الشرط الإجرائي باش أحداث الثورة التونسية وكافة ما شخصته من جرائم يندلها الجبين وأصطلح وأصر على تسميتها بجرائم نظام، سخرت له كل قوى الدولة وكل مؤسساتها وكل ألياتها وكل طاقاتها القمعية. متفقين سيدي خويا؟ إجرائيا يلزم تصريح من الحكومة التونسية يودع لدى مكتب السيد المكلفة العامة لمحكمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم. فيما عدا هذا فما كذلك شروط أصلية. نحن الآن انتهينا من صياغة كافة ما يثبت لأن أحداث الثورة التونسية يصح أصلا وأصليا اعتبارها جرائم ضد الإنسانية. وأضرب لكم على الأقل أربع أمثلة. انظروا سيد الكريم إلى تزامن الغريب لأحداث القتل في كامل جهات وقرى وأرياف ومناطق وولايات ومعتمديات الجمهورية التونسية. أحداث القتل تزامنت، بل دعني أقول من 8 إلى 14 تقريب ماتوا ما يزيد عن 80 شهيد سقطوا بنفس الأساليب ووقع التستر على تلك الجرائم كانت بنفس الأساليب. 2 انظروا إلى القيادات الأمنية التي وقع الاعتماد عليها ميدانيا للتصدي للمتظاهرين الذين جابوا كافة شوارع البلاد. راهو كي نحكي لكم على التاريخ لا يعيد نفسه إلا في قالب مأساة أو مهزلة.
مانيش نفدلك، راه كنقول لكم راه انا في مرافعتي قلت ذلك بكل صدق بجوارحي، راه الحوض المنجمي اعاد نفسه في تالا، اعاد نفسه كي نشوف كي نقول تالا يعني تالا والقصرين، لانه مرجع نظر جغرافي واحد والقيادات واحده والمطبخ الامني واحد وغرفه العمليات واحده، كي نقول نفس القيادات ونفس الاساليب ونفس المناهج ونفس الاكاذيب ونفس الاضاليل ونفس النتائج كذلك موجوده، علاش هذاك؟ هون نتساءلوا علاش؟ اذا كان انا ديما نقول اذا كان ارتكبت جرائم تالا لانه لم يحاسب مجرمي الحوض المنجمي، واذا كان ارتكبت جرائم 14 جانفي لانه لم يحاسب مجرمي تالا والحبل على الجدار، واذا كان ارتكبت جرائم اعتصام القصب الاول لانه لم يحاسب اصلا ولم يفتح اصلا ملف المحاسبه نتاع الثوره الاولى، واذا كان مازال ترتكب الجرائم وابشركم بان الجرائم مازالت والضحايا مازالوا والشهداء مازالوا والدماء مازالت، اللهم صل على النبي، لانه سيدنا الكرام وحكماء هذا القوم لا يؤمنون بالمحاسبه، ما اعطاوا حتى مؤشر نتاع رغبتهم في المحاسبه في القطع مع الماضي في القطع مع الاليات والممارسات والعقائد الدكتاتوريه سيئه الذكر. امر سيد الكريم، هذا المؤشر الثاني. المؤشر الثالث، انظروا الى تلك الـ 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 الاساس اللوجستي، ذلك الاساس اللوجستي اللي قامت عليه المنظومه الامنيه ككل. المنظومه الامنيه ما قامتش على في تعاطيها طبعا مع المتظاهرين، لم تستند الى ما اقره على الاقل قانون 82 فصل 46 منه في علاقه بالتدرج، لا عفوا فصل 46 يحكي على مسؤوليه عون الامن وشروط عدم المؤاخذه ووجوب مخالفه التعليمات غير الشرعيه، ولكن نحكي على القانون 82 اللي يحكي على حالات التدرج فصل 22. علاش ما يفيد في كافه الملفات وانه واحد فقط من اعوان الامن توخى ذلك التدرج؟ صح اصلا نحن من بين القانون هذا من بين تنصيصات القانون هذا الاحتكام الى او التعامل مع المتظاهرين باستعمال خراطيم المياه. علاش ما فيه انه استعمل المياه؟ وكنت نتصور ربما نحلم وربما مش نبدا نهرج، كنت نتصور انهم مش يتفرجوا المحتاجين وقت يتفرشكم شويه ماء بقطع نظر بارد ولا سخون مش يتفرشكم ويروحوا لديارهم. وفي الاثناء تلقى ستوجد حلول سياسيه. ولكن انا اعتقد بانه من باب الكذب، من باب الكذب، تحمل مسؤوليتي في كلمتي، من باب الكذب اللي يقول لي وانه بن علي اقتنع او قاده بن علي اقتنعوا ان الامور يلزمها حلول سياسيه، لا لا ثم لا. هؤلاء لا يؤمنون الا بالحلول الامنيه. السلاح اللي يستعمل خاصه في تالا والقصرين واستعمل في الدقاش واستعمل في تونس الكبرى، استعمل في فوشالة، استعمل في منوبة، استعمل في نعسان، استعمل في بن عروس، استعمل في رادس، كل سلاح قاتل، سلاح قاتل، بل أدهى والأمر من ذلك. ولهنا يراه بعض المتهمين يقولوها دفاعا عن نفسهم، بعض المتهمين في قضايا شهداء وجرحى الثورة يقولوها دفاعا عن نفسهم، يقولوا نحن نفتت علينا العبوات المسيل الغاز المسيل الدموع، فماذا كان الحل؟ شوف، نستعملوا عبوات منتهين الصلاحيه، هي اصلا قنابل الغاز المستعمله من طرف اعوان الامن في تونس، هي اصلا من بين يعني من بين اوصافها وان حاشاكم تستعملوا لترويض الخنازير وتستعملوا خارجيا ويحظر استعمالها داخليا، يعني بلغة أخرى يحظر إلقاء تلك القنابل المثيرة للدموع في الأماكن المغلقة لأن عندها طاقة، مانيش نفدلك راه هذه دراسات، طاقة تدميرية للجهاز العصبي نتاع بنادم. نفتح القوس بجاه ربي حتى نقولوها للناس، تو من للأسف تو كانت بحذايا أم شهيد أتألم بشدة لأني ما سمعتش باسمه الشهيد كان تو نلوم روحي زاد ونأنب بروحي لانه انا في بالي اللي تقرير لجنه الاستقصاء تاع الاستاذ بودربالة هو اللي يتضمن القائمه كامل. اسم الشهيد
شكري عفوا. اسم الشهيد سهيل الرياحي لم اجد له اثرا في هذا التقرير. امه تحكي لي على ظروف دعني اقول اغتيالي نهار 14 جانفي في الليل. شيء يوقف المخ. يعني في حي من الاحياء الشعبيه بمدينه رادس ولايه بن عروس مسمينها اصلا حي البلاصات عوان امن مرتدين زي الاسود بشهاده القاصي والداني مش فقط بشهاده ام الشهيد يجيو في سياره صفراء تاع نقل ريفي وصطافات وبرلمان مسلحين مدجين يطلقوا الرصاص على الارجل يتفرقوا العباد يشوفوا اكثرهم تحمسا واكثرهم تصديا للمتطاولين عن الحي الشعبي ذاك في اطار ما كان يسمى بلجان حمايه الاحياء يسكروا باب البلاص عسير يلقيوا هم تاع قنابل مسيله الدموع في البلاص هذاك يختنق منوبي او ولد خالتي عليا يختنق يلحق عليه عون الامن ويلقي به من الطابق الخامس والادهى والامر من ذلك وانه كافه الاهالي هرعوا لجثه الشهيد سهيل الرياحي القاوه القاوه مع عون الامن لذلك خرج من البلاص بسلاحه ضربوا اعواز زملائه ضربوا الناس جبدوا عليهم السلاح هدوهم باش يجبدوهم من نجي نشوف تو نقل فما بحث لا تحقيق لا ام الشهيد تو كانت تحكي لي قالت لي في اول اتصال مع احد قضاة التحقيق العسكري قال لها برا امشي اعمل قضيه اداريه شيء دوخ شيء دوخ شيء دوخ انا نقول حتى نغلق قوس نتاع الشهيد اللي حبينا ولا كرهنا نتحمل كل مسؤوليه في المساهمه في ضياع حقه وحق عائلته نقول انه فما قدر ادنى نتاع احترام ونتاع انسانيه في التعامل وفي التعاطي مع امهات شهدائنا وحد ادنى من احترام ذكاء المواطن التونسي وعدم الانخراط في استبلاهه بطريقه مجانيه لا تغني ولا تسمن من جوع لانه كما قلنا الحلقات نتاع التعتيم والتمويه والاستهلاك والاستبلاه ضيقه ومآلها الانبطار. نغلق ونرجع. كنت نحكي لكم عن المؤشرات وعلى ربما ما يمكن على اساسه ان نوصف احداث الثوره التونسيه والجرائم المرتكبه خلالها ونرتقي بها الى مرتبه جرائم ضد الانسانيه وجرائم نظام بالفم والملان قال الرجل. نمشي تو هذا تقريبا بين الشروط. هناك شرط اخر وجودي وضروري ويجب ان يضمن في المذكر او في العريضه الافتتاحيه اللي تقدموا بها للسيد المدعي العام المحكمه الجنائيه الدوليه هو ما يفيد حاجتي يا اما يا اما يا اما عدم رغبه القضاء الوطني المتعهد بالتوصل الى الحقيقه ومعرفه هويه الجنات او فما عدم الرغبه فما عدم القدره او عدم قدرته. فانا كما لاحظتم انكم كنت تحكي ونتمنى فيما قلت عدم الرغبه ولدينا ما يؤسس ذلك عندما نتقدم بطلبات تحضيريه هدفها الوحيد والبوتقه الوحيده التي تصب فيها جميعا هي الوصول قدر الامكان الى الحقيقه واماطه اللثام قدر الامكان على مواطن اللبس ومواطن التعتيم والاخفاء طلبات مترفض بل والادهى والامر من ذلك وانه في لائحه الحكمين الجنائيين الصادرين على تونس ولا على الكاف لا نجد تبريرا لذلك بصفه مخالفه للقانون بصفه مخالفه للصرف بالنخر بتاع 143 مجله الاجراءات الجزائيه. حكينا على دفاتر مسك الأسلحة والذخيرة والعتاد، حكينا على التسجيلات أو السجلات تاع المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة على أرقام نداء الخلوية للقيادات الأمنية المركزية بالخصوص وعلى بعض القيادات الميدانية المتمترسة على عين مكان الوقائع. لم نجد الهام المجيب كل تلك الطلبات.
فلهنا انا عندي الحق شخصيا مش نقول غير راغب بالقضاء، مش نقول غير راغب بالقضاء، حاولنا ولا مش حاولنا وتفرض علينا تعديل موقفنا، خاصه في الجلسه الاستئنافيه العسكريه في علاقه بقضيه شهداء تالا والقصرين والتجروين والقوام. الحكم التحضيري دعني اقول التلقائي اللي صدرته الدائره الجنائيه المتعهده من تلقاء نفسها، واللي يقضي بتكليف احد مستشاري الدائره باجراء كل ما يخوله له القانون من وضع يد العداله على دفاتر مسك الاسلحه والذخيره والعتاد، الكل في علاقه بوقايع تالا والقصرين والتجروين والقيروان. هذايا علاش نقول لك هذايا يدل على حاجتي بالحكم التحضيري هذا، ولو اني لن انخرط مطلقا في باب جلد او النقد المستفيض لقضاء الدرجه الاولى او للقضاء التحقيقي. انا فقط الحكم التحضيري هذايا رسخ عندي قناعه اللي ما كناش نزايدوا فيها، واللي كنا صادقين، واللي كنا نمارسوا في القانون ما ناش نمارسوا في السياسه وما ناش نمارسوا في المزايده كما ادعى ذلك البعض. بما معناه ان طلباتنا التحضيريه اللي تقدمنا بها واللي اصدحنا بها في كل تقريب المجالات هي طلبات وجيهه ووجيهه جدا. الحاجه الثانيه اللي نلم عليها كيف كيف قرار اللي ينم عليها الحكم التحضيري هذا اللي صدر نهار 27 سبتمبر من المحكمه العسكريه الاستئنافيه، الحاجه الثانيه هو انه القضاء العسكري مش ماهوش راغب، عنده الإرادة وعنده الرغبة، ولكن نحن وتعرف الحقيقة ما يشبه منها حد، ونحن نصنغل بالمرصاد، بالمرصاد بالمعنى الإيجابي طبعا، يعني سوف نحترم كل ما تطلب منا المحكمة، كل ما يفرض علينا القرار العسكري، باش نقدموا طلباتنا، وباش نتواصلوا إيجابيا وحضاريا و حتى بمنتهى درجة أخلاقية مع القضاء العسكري علنا نصل إلى بعض الحقيقة، لأن الحقيقة كل أنا متشابه، حتى بعض الحقيقة أنا متشابه كذلك، باش نبداو واضحين وباش ما نبيعوش المنوبين الأوهام، لأنه للأسف الشديد قضايا كما هذه ما تنجمش تاخذ فيها موقف صديقي العزيز إلا ما تشوف الوضعية العامة في البلاد. وضعية عامة في البلاد راهو سيدي الكريم سأل عليها القهواجي والمرباشي والخباز والخضار والفلاح والمرأة العاملة، وسأل عليها عاملة المنازل، وسأل عليها الشوفرية، اش تبدل شيء؟ اسأل عليها المغتصبات، اسأل عليها المعذبون، اسأل عليها الموتى تحت التعذيب، اسأل عليها المدهوسين بعجلات سيارات الأمن، اسأل عليها بدل الكل، تقول لك ما تبدل شيء. تقول نفس الآلة تشتغل بل ازدادت ضراوة، ازدادت شراسة، ازدادت ربما انتقاما منا. مانيش نزايد وقت نقولوا راه الثورة بدات تاكل في ولادها توا. يا نعم الثورة تاكل في ولادها. معتصمين القصبة قاعدين يتحاكموا. جرح الثورة قاعدين يتحاكموا على القضاء. شيء يبكي والله شيء يبكي. عنا جرح ثورة مش مريبة بحث جزائية، قضايا جنائية كبيرة عنوانها التهاب على أمن الدولة الداخلي، معقول هذا؟ وعنا الملفات تبدل شيء. فهذاك الكل يخول لي أنا باش أقول في كل حال أتمنى الحظ السعيد لنا وللقضاء العسكري ولهذه الإجراءات اللي نعتبرها ثورية، ولكن متشائم ماهيش باش توصلنا لحاجة كبيرة، لانه للاسف الشديد قوى الجذب الى الوراء، القوى اللي بالحق معادي للثوره واستحققت الثوره، ارادتها ومقدراتها وامكانياتها اقوى من القوى نتاع المد الثوري حاليا على الاقل. واكبر دليل على ذلك، اكبر دليل على ذلك سيد هذا الوطن وسيد هذا الشعب بمقتضى صناديق 23 اكتوبر السيد رئيس الجمهوريه ينعت رفاق الامس، ينعت مناضلي اليوم
وبالأمس وغدا وإلى الأبد. ينعتهم ويصفهم ويتهجم عليهم بنفس تلك اللهجة التجارية، بنفس تلك اللهجة العدائية، بنفس تلك اللهجة الهجومية، بنفس تلك اللهجة التعذيبية اللي كان ينعت فيها أو بها بن علي في هو وفي رفاقه. همنا ويشرفني باش نكون منهم، ويشرفني بأن أكون من بين ولو يشملهم رمزيا ما صدر من كلام يندله الجبين على مؤسسة رئاسة الجمهورية. نحن همنا أو نحرص على تشويه صورة تونس في الخارج. وكأني بلسان حال سيادة رئيس الجمهورية أو مؤسسة رئاسة الجمهورية تقول بأنه من مزق ومرمد وقطع وشرك وعفس على علم الجمهورية التونسية في منوبة لا يشوه صور تونس في الخارج. وكأني به يقول بأنه من اغتصب حراير تونس لا يشوه صور تونس في الخارج. وكأني به يقول من انتفض ومنتفض للأبد من أجل لقمة عيشه ومن أجل كرامته ومن أجل حقه في الحياة وحقه في الكرامة وحقه في الشغل وحقه في مورد الرزق يشوه صور تونس في الخارج. وكأني به ذلك البيان الذي ما لا أحترمه مطلقا، وكأني به يحب يقول اللي مساوينا المعتصمات في المساف في المعامل على خاطر المستثمرين هاجموا برا وخلاو اهل البلاد في البلاد هما طالبين بحقهم حقوقهم المهنيه المعيشيه الوجوديه، هذوك يشوهوا في صوره تونس في الخارج. وكأني به يقول اللي ينتفض من اجل حقه في التعليم ومن اجل حق بنته في التعليم ومن اجل حق الشباب في تحديد مصيره المدني يشوه في صوره تونس في الخارج. اختير الكلام اللي صدر على رئاسة الجمهورية، اختير ياسر وأشتم منه ريحة التخويل.